كيف استمع هاديا أمبارة إلى التصريحات مثنى لسامرائي وما هي ردود الفعل؟ تفضل. صباح الخير عليك وعلى كل الزملاء. نعم، منذ تصريحات مثنى سامرائي يوم أمس والشارع الأنباري يثير غضبا على تصريحاته، كون هذه التصريحات تمس المكون والشعب العراقي بصورة عامة من التفرقة بين المحافظتين بين المكونات الشعب العراقي. هذه التصريحات كانت في التزامن مع الكثير من بعض الخطابات الكراهية وبعض الانقسامات بين القوى السياسية في المكون السني. الشارع الأنباري طالب الحكومة المحلية وطالب النواب الأنبار برفع دعوة قضائية على النائب مثنى سامرائي كونه تجاوز على سمعة الأنبار وأهالي الأنبار. لا ينسى أن محافظة الأنبار هي أولى المحافظات العراقية من ضحت وقاومت الاحتلال الأمريكي والقاعدة أمثال الشيخ عبد الستار أبو ريشة وقاضي الأنبار السابق أحمد البطاح. فهؤلاء أسماء وشهداء لديهم التاريخ، فليس لا هو ولا غيره يستطيعون مساس سمعة الأنبار. نعم. طيب، اتهام السامرائي للمحافظة بأنها يمثل اتهام لجميع أبناء وشهدائها ومقاتليها، هل من تحرك نيابي للرد عليها؟ نعم، منذ يوم أمس تم رفع دعوة قضائية من قبل المحامي أنور العلواني وقيادي في تقدم، ورفعها نيابة عن أهالي الأنبار دعوة قضائية حول المساس والتشهير لسمعة محافظة الأنبار بشيوخها بعلمائها بأكاديميها ومثقفيها. وأيضا في الساعات القادمة هناك تحرك من قبل أعضاء مجلس المحافظة أو ممكن أعضاء البرلمان أيضا رفع دعوة قضائية أو ممكن تصريحات لعكس هذه الصورة. نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك مراسلنا من الأنبار مصطفى مهند، كنت معنا مباشرة. شكرا جزيلا لك.